لقاؤنا اليوم سوف يكون مرفوقا بكم لشرح عملية التسجيل في برنامج عدل 3. من هنا أطمئن كل المواطنين أن عملية التسجيل سوف تكون بسيطة وسهلة لتمكن كل المواطنين للتسجيل بكل أريحية. إن التسجيل سوف يكون بطريقتين، إما عن طريق الحاسوب الذي يكون مرتبط بالإنترنت، أو عن طريق الهاتف النقال، وهذا الشيء الذي يسمح لكل المواطنين بالتسجيل في كل مكان يكون فيه. الحاجة الأولى اللي لازم يعرفها المواطن هو أنه كاين وسيلتين كما طرق وقال سيد المدير العام. وسيلة الأولى عبر الهاتف النقال، والوسيلة الثانية عبر الحاسوب الأورديناتور. باش يبدأ التسجيل، المواطن الراغب في التسجيل في البرنامج لازم يفتح صفحة الإنترنت ويسجل فيها الرابط موجود على الشاشة اللي هو https://adl3inscription2024.dz.